لو سألتك وقلت لك ليه قدماء المصريين بنوا الأهرامات هترد علي بكل تلقائية وتقول لي عشان تكون مقابل للملوك. طب لو فاجئتك وقلت لك ان الأهرامات اتبنت لغرض تاني خالص غير ان هي تكون مقابل للملوك، الاكتشاف اللي هيقلب العالم حرفيا. مصر فيها 140 هرم، اهمهم 3 أهرامات اللي موجودين في الجيزة اللي كانوا موجودين في عصر قدماء المصريين. الحلقة بتاعت النهاردة يا سادة عايزة تركيز عالي جدا، لان هقولك معلومات اول مرة تسمعها. لكن قبل ما احكيلك بالتفاصيل، لو انت مش مشترك في القناة يشرفني جدا اشتراكك، وياريت تعمل لايك عشان تساعد في انتشار الحلقة دي. الهدف اللي كلنا عارفينه عن بناء الأهرامات إن هي تكون مقابل للملوك، وده عشان يكونوا آلهة بعد الموت والبعث. لكن في الفترة الأخيرة ظهرت نظريات بتنفي تماما إن الأهرامات دي تكون اتبنت عشان تكون مقابل للملوك، وإنها لو كانت للدفن إزاي ملك زي سنفرو مثلا هيبني 3 أهرامات، وإزاي الهرم الكبير بجلالة قدره مفهوش ولا موميا واحدة. مش بس كده، ده مش منقوش عليه ولا نقش من النقوش الجنائزية اللي منقوشة في جميع المعابد والأماكن المخصصة للدفن. أصحاب النظرية اللي هنتكلم عنها دلوقتي بيقولوا إن الهرم الأكبر اتبنى عشان يكون محطة طاقة عملاقة توزع الطاقة على العالم كله. يعني إيه الكلام ده؟ هقول لك. أنا في سنة 1999 قررت الحكومة الاحتفال بالدخول في الألفية الجديدة، وقررت الحكومة ان هي تدهن الهرم الاكبر جير الابيض زي ما كان موجود الاول. لكن المشروع ده اتلغى، وكان رد الحكومة ان هي كانت خايفة من اي عمل ارهابي. لكن السبب اللي كان معروف وقتها ان الحكومة كانت هتستخدم طيارات هليكوبتر عشان خاطر الموضوع ده، ان الذبذبات اللي هتعملها الطيارات الهليكوبتر هتساعد في تنشيط الطاقة من جديد في الثلاث اهرامات. الكلام ده لفت الانتباه لحاجة مهمة جدا، وهي ان اي حد كان بيتسلق الهرم كان بيحس بطاقة غريبة غير طاقة جسمه، واللي بتوصل في بعض الاحيان لصدمة كهربائية. عايزك تستغرب، لان في حكاية مشهورة جدا حصلت في القرن ال19 مع المخترع البريطاني السير ويليام سيمينز، واللي حكى ان هو بسبب تسلقه للهرم الاكبر حصلت له كارثة. يقول ويليام انه لما تسلق الهرم الاكبر ولما وصل للقمة حب يحتفل بصعوده فوق الهرم الأكبر، وطلع إزازة الخمرة اللي كانت معاه. لكن بيقول إنه أول ما قرب الإزازة دي من بقه حصلت له صدمة كهربية. لكن الصادم أكتر إنه لما لف ورق الجرنان حوالين الإزازة عشان يتفادى الكهرباء حصلت شرارة كهربية انتشرت في الهواء. طبعا في اللحظة دي حصل قلق كبير جدا، وواحد من المشرفين اللي كان معاه جرى عليه عشان ياخد الإزازة دي ويرميها، لكنه لما لمسها وقع فاقد الوعي. طب خلي الحادثة دي على جنب كده، وخليني احكي لك ليه الناس مفكرة ان الهرم الاكبر ما هواش مقبرة فرعونية ولكنه محطة عملاقة لتوليد الكهرباء. اول حاجة، انت اكيد عارف ان الذهب من اكتر الحاجات الموصلة للكهرباء. طب خليني اصدمك واقولك ان كمة الهرم الاكبر كانت مصنوعة من الذهب، ولكن الذهب ده اتسرق في فترة من الفترات. بس الاهرامات ده كمان المسلات، الغطاء المثلث اللي من فوق كان عليه قطعة من المعدن. دي حاجة، طبقة الجير الابيض اللي حكيت لك عليها من شوية، دي طبقة كانت بالفعل بتغطي الهرم الاكبر من بره. الطبقة دي كانت بتعكس اشعة الشمس زي المراية. لكن مش دي بس وظيفتها الاهم كانت عزل الحرارة عن الهرم نفسه. تالت حاجة، ان الدراسات اثبتت ان حيطان الهرم من جوه مصنوعة من معدن اسمه الدولوميت، والمعدن ده مشهور بتوصيل الكهرباء في
في الأرض المقفولة. كمان العلماء اكتشفوا أن الممرات الداخلية للهرم والغرف بتاعته كانت معمولة من الجرانيت المشاع. طب الجرانيت ده بيتكون من إيه؟ خليني أقولك أن الجرانيت المشاع ده بيتكون من كريستال ومعادن تانية. الكريستالات دي هي الكوارتز اللي من خصائصه أنه لو اتعرض لأي اهتزاز أو ضغط هيطلع تيار كهربي. ده يرجعنا لموضوع الطيارات الهليكوبتر اللي كانت المفروض هترش الهرم بالجير. في بقى نقطة غاية في الغرابة. في سنة 1993 أعلنوا عن اكتشاف غرفة مخفية جوه الهرم. وقتها الدكتور زاهي حواس طلب من قناة ديسكفر العالمية روبوت صغير عشان يدخلوه جوه الغرفة دي علشان يصور اللي في داخلها، لأن كان صعب جدا إن أي إنسان يدخلها. لكن تخيل الروبوت ده لقى إيه؟ الروبوت اللي كان بيصور كل حاجة بس مباشر على عيون العالم لقى جوه الغرفة مسامير وأسلاك نحاس. الاكتشافات دي أكدت إن طبقة الجير دي بتحمي حجارة الهرم من جوه. لقوا موصلات كهرباء ممتازة ولقوا أسلاك ونحاس تقدر تنقل الطاقة لخارج الهرم بآلاف الأميال. خلينا نفترض إن إحنا قدام مولد كهرباء عملاق. طب فين هي الكهرباء؟ أو منين هتيجي الكهرباء اللي الهرم هينقلها للعالم؟ في اكتشاف للعلماء مذهل بيقول إن العلماء قدروا يلاقوا تجاويف تحت الهرم الأكبر. والحقيقة إن الناس اللي بترجح النظرية دي بيقولوا إن تدفق المياه خلال التجاويف دي بيولد طاقة عملاقة جدا معروفة باسم الكهرباء الفيزيائية. طب فين هي المية اللي في قلب الصحراء دي اللي هتولد طاقة كهرومغناطيسية؟ الحقيقة في رأيين ليهم نفس المعنى. الأول بيقول إن المنطقة دي ما كانتش صحراء وكان النيل بيمر من تحت الهرم الأكبر، إن الأنفاق الموجودة بالمنطقة المحيطة بالهرم كانت وظيفتها تسريع توليد الطاقة. لكن الرأي التاني مبني على معلومات موجودة في بردية قديمة اللي وجدوها سنة 2013 في منطقة اسمها أرض الجرف بالقرب من محافظة السويس. يقول ميرين في البردية إن فريقه اشترك والمياه نهر النيل للهرم الأكبر، وده حصل بعد فتح كل السدود العملاقة اللي موجودة على نهر النيل ودفعها في قنوات صنعوها مخصوص عشان توصل للهرم. يعني سواء نهر النيل بيروح للهرم أو ما بيروحلهوش فالمية اتوجدت، والتجاويف اللي تحت الأرض كانت بتوصل المية للهرم الأكبر كانت مهمتها لتوليد الطاقة اللي كانت هتتوزع على العالم كله، لأنها كانت هتخرج من الهرم الأكبر وتتوزع على الأهرامات اللي موجودة في مصر القديمة ومنها هتروح للعالم كله. وعشان أوضح لك النقطة دي هنرجع بالتاريخ شوية، تحديدا لسنة 1905. السنة دي قدم عالم كبير جدا اسمه نيكولا تسلا على براءة اختراع لبحث مهم جدا. بحث كان بيتكلم عن نقل الطاقة الكهربائية عن طريق الوسائط الطبيعية. معناه ايه الكلام ده؟ البحث كان بيتكلم على اننا نقدر نهيئ الظروف عشان نحول الطاقة أينوسفير اللي موجودة في الغلاف الجوي، حولها لطاقة كهربية نوزعها على العالم كله عن طريق اللاسلكي وبشكل مجاني. وصمم تسلا مجموعة من الأبراج اللي مفروض هيتوزعوا على جميع العالم عشان عن طريقهم يقدر يوزع الكهرباء على العالم كله. التصميم كان ليه شكل مثلث يشبه الهرم واسمه هرم تسلا الكهرومغناطيسي. ما اختار تسلا شكل الهرم عشان ينقل عن أساسه الكهرباء، ما كانتش دي الحاجة الوحيدة اللافتة للنظر في الموضوع، لكن كان الموقع اللي اختاره لبناء الأبراج أهم المميزات. طب ايه علاقة الكلام ده بالأهرامات وبتوليد الطاقة؟ حقيقة ان تسلا اختار المواقع دي عشان يبني عليها أبراجه بناء على القوانين اللي اتبنت عن أساسها الأهرامات في مصر، واللي ليها علاقة بمدار الأرض حوالين الشمس والنسبة الاستوائية ومثلث الذهبي وتفاصيل مفيش داعي ان احنا نخوض فيها. خلينا اصدمك واقولك ان تسلا عمره ما شاف الأهرامات ولا حتى اتكلم عنها، لكن الحسابات الهندسية اللي استخدمها تسلا صناعة الأبراج وتوليد الكهرباء كانت هي نفس الحسابات اللي اتبنى عليها الأهرامات. طيب لو كان الكلام ده صحيح وان الفراعنة قدروا يولدوا الكهرباء استخدموها في ايه وايه الدليل؟ الحقيقة اصحاب النظرية دي بيقولوا ان في اكتر من دليل. اولهم ان الاثريين لما بيكتشفوا اي اكتشاف جديد متعلق بالمعابد او حتى غرف الدفن ما بيلاقوش فيها اي اثر لمشاعل ولا حتى سواد على الحيطان من اثر المشاعل اللي احنا بنسميها عندنا في مصر الهباب. كمان رسومات المصابيح اللي لقوها مرسومة على جدران معبد
الدندرة فين؟ الرسومات دي بتأكد فكرة وجود الكهرباء واستخدامها في الإنارة. كمان في نظريات بتقول إن كناع الملك توت عنخ آمون الذهبي واللي لا يقدر بثمن مش مظبوط قطعة واحدة من الذهب، وإنما أكتر من قطعة، وتم لحمهم عن طريق أجهزة حديثة وكانت موجودة في عصر قدماء المصريين. أدق كمان من لحام الليزر اللي موجود في عصرنا النهاردة. ده غير كمان إن في طبيب ألماني أكد إن الفراعنة كانوا بيعملوا عمليات هي صعبة جدا ما تنفعش تتعمل غير بأجهزة حديثة ومتطورة، والأجهزة دي تم تشغيلها على الطاقة الكهربية. كده كون جمعت بين إيدين حضراتكم كل وجهات النظر اللي بتأكد إن الهرم الأكبر ده ما هو إلا محطة توليد طاقة عملاقة. خليني في نهاية الحلقة أعرف رأي حضراتكم، هل أنتم مقتنعين إن الأهرامات دي ما هي إلا مقابل للملوك، ولا الأهرامات دي كانت محطات لتوليد الكهرباء، ولا كان ليها استخدام تاني أعظم من كده بكتير لسه العلماء ما كشفوش عنه الستار؟ أتمنى أعرف رأي حضراتكم واللي هتفيدوني بيه في التعليقات. أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم. ربنا يا رب ينفعنا باللي إحنا بنسمعه وينفعنا باللي إحنا بنعرفه. بشكر كل إخواتي والناس المحترمين جدا اللي عندي اللي بتقول لي كلام طيب، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. وما تنسوش معادنا يوم الأربع في حلقة جديدة من سلسلة الأسطورة. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.